وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن المقاطعة الواسعة للانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابها من شبهة تزوير، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق عبد القادر نايل. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق وأيضا الاتهامات التي تلاحقها بالتزوير. بداية، إلى ما تعزو هذه المقاطعة وكيف ترى الاتهامات الموجهة لها؟ بدءا، هذه المقاطعة الكبرى الذي مارسها الشعب العراقي وللدورة الثانية لهذه الانتخابات الوهمية الذي تدعي زورا وبهتانا أنها ديمقراطية في العراق، وهي صنيعة احتلال مركب، احتلال أمريكي وإيراني، وهي مخرجات مجلس الحكم في تقسيم المقاعد الانتخابية والسلطات الحكومية بين عدة مكونات على أسس ونسب ليست صحيحة بالمطلق. لذلك عندما قاطع الشعب العراقي بنسبة كبيرة تماما، فهو يؤكد على أنه فشل العملية السياسية وفشل بناء مشروع الاحتلال في العراق السياسي، وأنه وصل إلى طريق مسدود رفضه ولفظه الشعب العراقي بالمطلق. وهذا لا رجعة فيه، لأننا لا نتكلم عن المقاطعة الأولى، نتكلم عن مقاطعة 2018 أيضا كانت كبيرة، وبالتالي اتجه العراقيون إلى خيار التظاهرات السلمية لإسقاط النظام وبناء نظام سياسي جديد. وبالتالي الدورة الثانية بعد 4 سنوات، وهناك من طبل لهذه الانتخابات بطريقة كبيرة تماما، سواء على مستوى بعثة الأمم المتحدة في العراق وإقناع الدول بأن هذه الانتخابات مهمة، أو على مستوى الفتاوى الدينية التي صدرت من بعض المراجع من كل الطوائف، والتي تبين أنهم ليس لهم تأثير على الشعب العراقي بدليل أن فتاواهم لم تكن نافعة في إقناع الشعب العراقي بالمشاركة في الانتخابات. وكل هذا الحجم الكبير من العمليات المناطقية والعشائرية والضخ الطائفي والعمليات الإرهابية للميليشيات، كلها لم يجدي نفعا في دفع الشعب العراقي نحو المقاطعة. نتكلم عن 4 سنوات، ولذلك حقيقة الشعب العراقي يتخذ قرارا واعيا مدركا، لا قرارا عاطفيا ولا ارتجاليا. نتكلم عن مدة طويلة تماما من إقناع للشعب العراقي، ولم تفلح هذه القوى الفاشلة في كل جميع ترتيباتها من دفع الشارع العراقي نحو الانتخابات. حتى تزويرهم بات مفضوحا أمام بعثات الأمم الدولية وأمام الشعب العراقي في رفع نسبة الانتخابات. لذلك الشعب العراقي عندما قاطع هذه الانتخابات قاطعها عن إدراك ووعي بأنه لا فلاح ولا إنقاذ للعراق، ولا يمكن أن تساهم الانتخابات في حل جديد في العراق إلا ببناء نظام سياسي. وهذا ما يجعل العراقيين سيسلكون وسائل أخرى كلها متنوعة ومشروعة من أجل إسقاط العملية السياسية وبناء نظام سياسي عراقي مستقل يعيد العراق إلى أهله وشعبه. نعم، ذكرت موضوع التزوير، يعني كيف ترى الاتهامات الموجهة فعليا أو فعلا للانتخابات بالتزوير، سواء في العملية الانتخابية نفسها أو ما رشح عنها من نتائج؟ وهل المقاطعة لها لربما دور في لجوء مفوضية الانتخابات للتزوير كما ذكرتم؟ من المؤكد أن المقاطعة هي التي دفعت المفوضية والأحزاب إلى التزوير حتى يتم، لأنهم أربكوا أمام هذه المقاطعة الكبيرة، هذه أولا. ثانيا، المقاطعة كشفت للعالم حجم التزوير الذي يمارس في طوال الانتخابات الماضية، لأن هذا التزوير يعني بدءا من التصويت الخاص إلى مرحلة قراءة البيانات إلى مرحلة التصويت إلى مرحلة فشل هذه الأجهزة واعتراف بعض المواطنين على أنهم استطاعوا الانتخاب لمدة 10 مرات وهو ذات الشخص وذات البصمة، إلى عمليات الفرز، إلى عمليات حقيقة بيع التصويت الخاص لضباط ومنتسبي أصواتهم مقابل مبالغ زهيدة مالية تصل من 10 دولارات إلى 50 دولار. وبالتالي هؤلاء أيضا كشفوا للعالم بأنه لا وجود لمؤسسة عسكرية، لأن الذي يبيع صوته ب50 دولار قادر على أي دولة أن تشتري هؤلاء أو أي منظمة تشتري هؤلاء العسكريين بربما 1000 دولار. لذلك حقيقة التزوير كان واضحا ميدانيا محليا، فضلا على أن الرقابات الدولية
كشفت أيضا مناطق التزوير هذه من جهة. من جهة أخرى هم ذاتهم الأحزاب السياسية، رأيتم تحالف الفتح كيف وصف العملية الانتخابية بالتزوير، وهذا سيد الأدلة، اعتراف من داخل الأحزاب التي تريد المحافظة على الانتخابات وشاركت الانتخابات وتعتبر قوة تتمتع بنفوذ ودعم إيراني كبير تماما، فضلا على أن اعترافات أياد علاوي، اعترافات الآخرين من الكتل السياسية، اعترافات المرشحين أنفسهم عندما يظهرون أرقام وأشرطة حصلوا عليها من خلال وكلائهم في الانتخابات وتبين أن العدد غير صحيح عندما أعلنت المفوضية ذلك. لذلك نحن نتكلم عن جملة من الأدلة التي لا يمكن تزويقها ولا يمكن تكذيبها بالمطلق أن الانتخابات مزورة، فضلا على أنه ما جرى مؤخرا يعني يمثل انتكاسة كبيرة لكل الطروحات التي تبنتها بعثة الأمم المتحدة أو السلطات الحكومية في حكومة الكاظمي أو مفوضية الانتخابات بأن هناك ليس تزوير، بدليل على أنهم كانوا يخبئون صناديق بحجة العد اليدوي وأنها غير خاضعة للتصويت البايومتري عن طريق البصمة، والآن يجري عملية تعديلات لنسب الانتخابات والنتائج في تزويد المقاعد، بدليل أنهم سحبوا من موقع الرسمي جميع البيانات والأرقام التي كانوا قد أعلنوا عنها. طيب. في أنها نهاية الانتخابات، وهذا حقيقة يؤكد تزويرا كبيرا لأنهم يتكلمون عن فرق 94%، فبالتالي 6% لا تؤثر نتائجها بهذا التأثير الذي يتضح على أنهم يتسولون لإعطاء حقيقة بعض المقاعد يعني من هنا وهناك لإرضاء الميليشيات التي هددتهم إما بتصحيح النتيجة وإلا فإن هناك سيكون موقفا متصاعدا وأزمة. طيب. كبيرة سيد... نعم سيد عبد القادر، يعني وكالة رويترز نقل أن قائان قام بزيارة سرية إلى بغداد بعد انتهاء الاقتراع، ولاحقا كما تعلم نفت السفارة الإيرانية في بغداد هذه الزيارة جملة وتفصيلا. السؤال هنا، هل تتوقع أنه بالفعل جاء قائان إلى بغداد وفق وكالة رويترز، ولماذا تكون الزيارة زيارته سرية وليست علنية؟ أولا هذه المعلومات دقيقة وقد كشفها الميثاق الوطني العراقي في ليلة يوم الأحد عندما أغلقت الصناديق، كانت هناك معلومات دقيقة على وصول قاآني يعني مساء بعدما أن وصلت معلومات على أنه عزوف كبير للانتخابات وأن هناك فشلا ذريعا لجناح الحرس الثوري الإيراني الذي يرعاه قاآني وهي متمثلة بأحزاب الميليشيات المسلحة التي رشحت في الانتخابات، وبالتالي هذه كانت مصادر موثوقة قبل أن تقولها رويترز، ورويترز أكدت هذه القضية لأن القضية لا يمكن إخفاؤها، هناك أطراف سياسية موجودة يمكن أن تعبر أو أن ترسل معلومات دقيقة لما يحدث من صراعات داخلية. قاآني بالفعل موجود وكان له الدور الأبرز في تأجيل إعلان مفوضية مساء يوم الأحد النتائج الأولية ونسبة المشاركة إلى اليوم الثاني من أجل ترتيب بعض الأمور من شأنها رفع نسبة التصويت حتى يتسنى تزوير مقاعد انتخابية للميليشيات وإدخالهم في العملية السياسية. يعني لماذا جاءت هذه الزيارة سرية؟ لماذا لم تكن علنية؟ هذه الزيارة لأنه أولا كان العراق يعلن على أنه أغلق مجاله الجوي والبري في يوم الأحد يوم الانتخابات، ودخول قاآني ليس عن طريق قمر اصطناعيا إنما دخل أما عن طريق المجال الجوي أو البري، وهذا خرق للسيادة الحكومية بطريقة تماما، لذلك هناك إحراج كبير من إعلان زيارته. هذه أولا. ثانيا هو حتى يعطي أنه لا يريد التلاعب بنتائج الانتخابات، لأن قاآني يحمل رسالة الحرس الثوري الإيراني في تشكيل حكومة من قبل تحالف الفتح ومن قبل الميليشيات الداخلة في العملية السياسية، وبالتالي هذه أيضا حتى لا يتم إعطاء على أن إيران تسيطر على العملية السياسية وعلى وهيمنة الانتخابات، لأن الشارع العراقي ممتعد وقد رأيتم تظاهرات في الناصرية انطلقت بعد وصول المعلومات الدقيقة عن وصول قاآني رفضا لوجود قاآني في بغداد، فكانت هناك تحضيرات لتظاهرات داخل بغداد لرفض هذه الزيارة، لذلك جرى ترتيب بعض الأمور من أجل امتصاص غضب الشارع العراقي في خروج من تظاهرات، وإلا فإن المعلومات
قد أوكل قاآني رئاسة الملف للمالكي في مواجهة الصدر ومواجهة العملية السياسية لانتزاعها منهم، وبالتالي جمع وحشد كل أطراف الميليشيات المسلحة الذي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، ونتج عنها المجلس التنسيقي الشيعي الذي هو حقيقة الإيراني وليس الشيعي الذي أعلن عنه قيس الخزعلي مؤخرا. نعم، إذا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر نايل، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.